ايه الفرق بين كلمة anger recession و psychoanalysis؟ يلا يا جماعة هاتوا صفحة 365، بصوا اللي تحت دي، ده انجل، اقرا الكلام تحتيها، closed inferior انجل، يعني وزارة شكله ده شكله ايه بالنسبة لك؟ superior، معكوس اهي، دي أول نقطة عايز أقولها، يعني عكسي. تاني حاجة فين structures؟ فين الألوان؟ مفيش خالص، يعني قارن دي بدي، بي دي هي السانيكيا، قارن الصورة دي اللي هي بي بصورة 315 قارنها في تاني واحدة دي، ده الفرق بين ايرش بوسيس وسانيكيا. يعني ايه برود معدي سبير؟ ده ايرش بوسيس انا شايف من خلاله رفيع، شايف من خلاله كتير، صح؟ دي سانيكيا بقى 365 فيجر 10.62. بصوا اللي فوق، ايه رايكم؟ حد شايف حاجة؟ لا. اللي تحتيه على طول ايه رايكم؟ حد شايف الكلام؟ اللي تحتيه ايه رايكم؟ في حاجة ظهرت صح؟ في كام ستراكشر تقريبا؟ اولموست اثنين او ثلاث ساعات كده، دي بعد ايردوتومي. فهمتوا يعني ايه كانت اتاك اوف كلوزد انكل عملت ايردوتومي. طيب بالمره بقى كانت كاتب حاجه اسمها انتي شيمبر ديبث، ان هو الكلوزد انكل جلوكوما نسبتها مش قليله، بس دلوقتي بتشخصوها ساعات دلوقتي بنعمل حاجه اسمها انتي سيجمنت او سي تي او يو بي ام، بيشوفوا الانتوس اوف ذا انجل نفسه، لقوا ان النارو انجل ده نسبه عاليه كبيره جدا جدا يعني. مش باينه بالجنيوسكوبي، هتبان بالاو سي تي او بالارتانجل، بس بشرط في دارك روم. يعني خلي الاوضه ضلمه شويه كده، خلاص كده، واقيس الانجل ساعتها يعني 361 خلاص فيجر 10.55 دي، ده او سي تي في دارك ستيت، ده بيشخص نارو انجلز. ايه انتشن بالدف دي؟ ليه حته او سي تي دي؟ ان احنا بنقيس في حاجتين، في حاجه اسمها كلوزد انجل، في حاجه اسمها نارو انجل انتريز. يعني يجي للاسف كان كلوز انجل، هو في انواع من اللحم. فالانجل ده المدخل ده ازاي اعرف ان هو ضيق؟ ما ده كده في ديسبوزنج فاكتور ان انت تخش حاجه اسمها كلوز انجل بيكون، انت عندك الانجل انترنس ضيق. اجيبها ازاي بالست لام دي؟ سهله قوي كده. حاجه اسمها انتير شيمبر ده، انا ممكن اجيب دي باجهزه بمقاس فعلي. بس كده بس كده بسرعه كفحص ست لام بعملها ازاي؟ حاجه اسمها فان هيريك تكنيك. في حاجه بتقيس السنترال اي سي ديف بالست لام برضه. بس عايز تتلم بقى سنترال اي سي تي اسمها ريدمان سميث. ايه فان هيريك ده؟ فان هيريك بتيجي عند تخلي البيم بتاعك عند 60 درجه، خلاص ادي العين قدامك كده اهو، وادي المنظر صح كده، تجيبها في الحته دي كده وتخلي الفيو بتاعك 60 درجه. بتقيس ايه انت بقى؟ بتقيس ثيكنس اوف ذا كورنيا ده للحته دي. لو اقل من كام؟ الثيكنس يعني الحته دي الكورنيا شايفها دي بالنسبه لدخله الانجل دي قد ايه؟ احفظ لي حاجه واحده بس، لو المسافه دي اقل من ربع كورنيا، ربع واقل، ده لا اكلودبل لا اتقفل، بيتقفل. يعني احنا مش عايز بقى تفاصيل كتير، عايز جرين زيرو 1، جرين زيرو 1 بس. ايه اللي اشوف الانجل بقى؟ صفحه 316 316 في حاجه اسمها باثولوجيكال فايندنجز، دي حفظ بقى. عايز احفظها احفظها عشان ام اس كيو هتقلب حياتك كتير بقى. اللي هي هتشوف ايه يعني؟ سانيكيا، مش على فكره كانت كده مش الحصر. يعني كاتب عندك فانتير سانيكيا، برايمري كلوز انجل كوما، انتيريو بيوتيس، اي سندروم. لا مش بس كده. مش بس دي اسباب يعني، بس ده كاكزامبل يعني، انت بس عارف لي سانيكيا بس كده بريفنتير سانيكيا ان الايريس هيلز في حاجه اسمها سانيكيا، مثل في الانجل اسمها انتيريور، مثل في اللانت اسمها بوستيريور. كلمه سانيكيا يعني ايريس ليزك قدام انتيريور ورا بوستيريور، صح كده؟ اللي يعمل بوستيريور قسما بالله يوفيايتس. يعني كلمه بوستيريور سانيكيا دي بمشتقاتها كلها ذا اونلي كوز از يوفيايتس، لكن الانتيريور سانيكيا لا مش بس كده، مش بس جلوكوما يعني. تاني حاجه نيوفاسس قلناها برده مش بس الحصر، ده مش الحصر برده، مش بس نيوفاسكلر ولا فوخس ولا كرونيك انتيريور فيتس، الهايبر بيجمنتيشن او الاثنين بيجمنت. ايذر في سيرولوجيكال بيجمنتيشن او بيجمنت ديسبيرشن سندروم. تاني اثنين سودو. لا سودو فيكيك لا سودو اكسفليشن. اللي بعديها اربع حاجات ما بعدها. بعد حاجات، بعد تروما، بعد جراحه، بعد التهاب، بعد ايودوتومي. بعد الجلوكوما اخر ثلاثه اورام. فهمت قصدي كده؟ اللي هو نيفس بقى او ميلانوما او بيجمنت هير سيست حاجات طالعه يعني، او نيفس بقط. خلاص؟ بلاد انتي شيمبر دي قلناها مش صغيرين. بلاد انتي شيمبر قلنا في سيراتشيكال او فيستيلا او ستيرج ويفر او سبيفر كده او سيرج. تاني حاجه تروما، انا كنت عايز اعلق كلمه انجل ريسيشن وسايكوداليسيس دول بالذات. ايه الفرق بين كلمه انجل ريسيشن وسايكوداليسيس؟ هنا في عضله اسمها ايه؟ سنيري مصر، ودي تكه الستير. تكة السبير ان انت ممكن تتحكم فيها. انجل سيشن يعني ايه؟ انا قطعت هنا.
يعني اعطت الكلير بودي نصين between the circular muscle fibers and the long muscle fibers. سايكوداياليسيس خدها قاعده كده، كلمه داياليسيس يعني ايه؟ يعني ديس انسرشن. خلاص في حاجه اسمها ايريدو داياليسيس، سايكلو داياليسيس، ريتينال داياليسيس. الايس لازم فين؟ الايس لازم هنا في السيري بودي صح؟ لو ايس فصل من السيري بودي المنظر عامل كده اهو. لو ده الايس مثلا هتلاقيه مثلا جاي كده اهو، بيبقى عامل زي دي شيب كده. الايس فصل، دي اسمها ايريدو داياليسيس. خلاص كده؟ دي تبان من الستلاب عادي جدا. مش محتاجة أي حاجة خالص. لكن سايكلو داياليسيس الانجل سيشن محتاجة لانجل لليو بي ام. الاثنين دول بقى. تبان ازاي؟ سايكلو داياليسيس دي هفصل سفير بودي، هي ماسكة فين أصلا؟ في السبير. فتلاقي القطع هنا. صح كده؟ سفير بودي اتفصل منين؟ من السبير. فالانجل سيشن قطعت هنا. صح كده؟ في وسط السفير بودي. سايكلو داياليسيس قطعت هنا. between the سبير and the سفير بودي. تفرق في إيه بقى؟ لا، انجل سيشن الضغط في السماء. سايكلو داياليسيس الضغط في الارض. هتلاقي واحد اتنين بعد التروما، واحد الضغط واطي جدا فتحت سكه مباشره لمين؟ الايكوس الكرويد، والثانيه غالبا معاها ترابيكلر ديستراكشن، يعني الانجل سيشن مالهاش دعوه بالانجل اصلا، بس عاده معاها ايه كومن؟ ديستراكشن اوف ذا ترابيكلر ماشور، وده من اهم اسباب الهايفيما. مش كده اي واحد هايفيما يقول لك بعد اسبوعين ثلاثه فحصته انجل. ليه؟ ان هيحصل له بعد كده جلوكوم ما حدش عارف سببها ايه. بس الخبطه نفسها كانت دمرت مين؟ انجل. يعني جالك بعد خمس ست سنين بفيلد افكتس وجلوكوما فرانك. مش كده خدها قاعده كده، مع اي هيفيما بعد اسبوعين ثلاثه افحص ايه؟ انجل، فول انجل ريسشن.